السلام عليكم، معكم أخوكم علاء. كثير وصلوني مسجات بعد ما نزلت الفيديو عن الموتر، ومبصدقين إنه الفيديو غير لونه بكبسة المفتاح. طبعاً خلينا نوريكم المفتاح. يقولوا إنه ما يضغط، بس لازم تبرمجه أول شيء حتى يقدر تغير اللون. تسكيرة الباب مرة مرتين ثلاث، بعدين تفتح مرة مرتين وتظلك كابس حتى تتم البرمجة. زين، بعد هيك من تضغط على المفتاح اوكي يتغير اللون زي ما شايفين. حتى زين تشوف قريب تغير اللون مرة ثانية. لحظة، تغير اللون. طبعا الجلاد اللي عندي أنا يتغير لونه بس بضعة ألوان مش كثيرة. تقدر تلعب في البرمجة لكن لازم تشبك السيارة على الكمبيوتر. هاي يغير اللون. بس بدك ترجعها للون الأصلي، تضغط مرة مرتين ثلاث، تفتح وتسكر، هيك ترجع للون الأصلي.